فيديو اليوم هو فكرة مشروع من البيت، صناعة صابون على شكل كابكيك. إذا كنتم من محبي الأعمال اليدوية تابعوني حتى الآخر. السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا في أحسن حال. هذا أول فيديو لي معكم في القناة، كنتمنى يعجبكم المحتوى اللي غادي نقدمه. جيت نشارك معكم اليوم صناعة صابون الصلب على الطريقة الباردة. وقبل ما نبداو صناعه الصابون ضروري نعرفوا بلي حنا غنتعاملوا مع واحد الماده اللي هي حارقه، صوديوم هيدروكسيد او بالعربي الصودا الكاويه. هذه الماده هي اللي كتحول لنا الزيوت ديالنا او الزبدات ديالنا الى صابون، فبلا هذه الماده مستحيل يكون عندنا صابون. هذه الماده حارقه ولا غنى عنها، بحال اللي كنتعاملوا مثلا مع الفران وهو الا مواليتي فيه بيدك كتحرق، فضروري كتاخذي واحد الاجراءات ديال الوقايه ديالك. نفس الشيء الصودا الكاوية، بلا بها ميمكنش يكون عندنا صابون. ضروري من هاد الإجراءات هادو ديال الوقاية ديالنا، لأن كيف قلت لكم الصودا الكاوية هي مادة حارقة، فبحال اللي كنتعاملو مع النار أولا الفران أولا هو كيحرق، ولكن بلا النار ميمكنش نطيبو. نفس الشيء الصودا الكاوية بلا بها ميمكنش يكون عندنا صابون. نولي نصب، يعني ضروري منها حنا غنتعاملوا معها بحذر. غنلبسوا الفانتيس ديالنا، شي حاجه هيدا طويله لا قدر الله وحنا كنعدلوا في الخليط ديالنا الصابون طارت شي نقطه اولا هذا ما تحرقنيش. اللي غيقول لي هي ماده حارقه علاش غادي نعملوها في البشره ديالنا، نقول لهم هذه الماده كيوقع واحد التفاعل كيميائي بينها وبين الزيوت ديالنا، من بعد كتحول لنا الزيوت الى صابون وكتبخر، كتختفي، كتحول لنا الزيوت الى صابون وكتمشي فحالها، ما كتبقاش، كتبخر تماما، ما كيكون منها حتى شي ضرر. اذا نبداو على بركه الله نعبروا الزيوت. ضروري ما يكون عندنا هذا الميزان رقمي، ضروري جدا من هذا الميزان لانه باش كيعطينا الاوزان ديالنا بالتدقيق. غنخلي لكم نصفر الميزان، غنخلي لكم المقادير على الشاشه بالنسبه للي بغى ينقلهم. غنبدا بزيت الزيتون، عندي 200 غرام ديال زيت الزيتون. غنحتاجو فيه 110 ديال غرامات النخيل. نحتاجو فيه 100 غرام، نصفر الميزان. هاد الصابون كيكون طبيعي، كيبقى ارحم من الصابون اللي كنشريوه من على برا، زياده على الشكل ديالو اللي كيكون مزيون وغزال بزاف، كيشهي بحال شي كاب كيك بصح. ممكن نشكلو الصابون على اي شكل بغينا، ولكن ممكن نشكلوا الصابون اللي على الطريقه البارده. الصابون على الطريقه السخنه ما يمكنش نشكلوه لان كيكون سخون بزاف. كنعتذر على الصوت. نصفروا الميزان. عندنا زيت الخروع 50 غرام، زيت الخروع غني بالجليسيرين المرطب للبشره. للاسف ملي كنت كنخلط الصودا الكاويه والماء المقطر تطفى لي الفيديو. كنعبروا كيف قلت لكم الصودا الكاوية ديالنا في الميزان الرقمي، ضروري باش كيعطينا الوزن بدقة. كنعبروا الماء المقطر حتى هو بنفس الميزان. ملي كنكونوا غنخلطوهم ضروري ما نلبسوا الكمامة ديالنا باش ما نستنشقوش ديك البخار اللي كيطلع من هذا الخليط، لان الصودا الكاوية والماء المقطر ملي كيتخلطوا كترتفع درجة الحرارة ديال الماء باقي لدابا سخون وكيطلع تصاعد منه واحد البخار.
نقطة مهمة، ملي نجيو نخلطوا الماء المقطر والصودا الكاوية، ماشي نخويو الماء على الصودا، بالعكس تماما كنجيبو الصودا الكاوية ديالنا كنبقاو نخويوها بشوية 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 حتى كنخويوها وكنخلطوها. طريقة سهلة بزاف، غير خص شوية ديال الحيطة والحذر. كنخلطوها كيكون اللون ديال الماء ابيض، كيبقى شوية بشوية كل ما الخليط كيبرد كل ما اللون ديالو كيرجع صافي بحال ما كان فيه حتى شي حاجة. كنخليوه الا ما كانش عندنا الميزان الرقمي بحال هذا، ميزان حراري عفوا بحال هذا، كنخليوه في الغرفة حتى كيولي على درجة حرارة الغرفة. ما تصعبوهاش على راسكم، بحال عندكم بحال ما عندكم شي. الميزان الحراري كيكون ضروري في الحاجات اللي غنكونوا غنستعملوا فيها مادة حافظة، ضروري نقيسوا درجة الحرارة للكريمات او للمقشرات اللي غادي نديروا فيهم عطور، صناعة الشموع ضروري من الميزان الرقمي. في هذه الحالة هذه ماشي ضروري، تكتفيوا انكم تحطوه في شي بلاصة تكون آمنة بعيدة على الوليدات الصغار، لان كيف قلت لكم هذه المادة حارقة كيمشي المفعول ديالها مع المدة. كل ما خلينا الصابون كل ما كيمشي، بحال كما كتشوفوا معنا هنا هذا الصابون هذا حتى هو معدل بنفس المادة، ولكن هذه المادة الدور ديالها انها كتحول لنا الزيوت ديالنا الى صابون، ومن بعد كتبخر ما كتبقاش تماما وكتكون آمنة على البشرة، لان كيف قلت لكم بلا بها مستحيل يكون عندنا صابون. كنخليو الخليط ديالنا حتى كيولي على درجة حرارة الغرفة. الا كنا مستعملين شي زيوت اللي هي كتكون كتجمد كتولي على شكل كتل بحال زيت جوز الهند، دابا الحال بارد وانا مع الدار عندي دائما المكيف شاعل، لاكليم شاعله، فزيت جوز الهند وزيت النخيل كيكونوا جامدين كيف ما كتشوفوها هما هنايا، كاين واحد الكتل في القاعدة هذا. انا غادي نسخنهم في واحد الحمام مائي، حمام بخار، باش يذوبوا الزيوت ويمتزجوا مع بعضهم، ومن بعد غادي نرجعوا باش تشوفوا تتمه الفيديو. بعد ما ذوبت الزيوت سخنوا وتخلطوا مع بعضهم، دابا غادي ندوزوا مرحله اخرى اللي هي غنمزجوا فيها الخليط ديال الصودا الكاويه والماء المقطر مع الزيوت. بسم الله، هاد النقطة هادي مهمة انتبهوا ليها، ماشي نوركو على الخلاط مرة واحدة وما نوقفوش يدنا، لا نخلطو شوية 7-8 ديال الثواني ونوقفو ومن بعد نخلطو بيدنا. شفتوا اللون ديال الخليط كيتغير؟ كنخلطو شوية وكنوقفو 5-7 ديال الثواني وكنخلطو، منبقاوش حاطين يدنا على الخلاط مرة واحدة باش ميجمدش لينا الصابون ديالنا بسرعة ويولي تقيل ومنعرفوش نتحكمو فيه. خصنا نبقاو بشوية بشوية حتى نوصل لواحد المرحلة اسمها مرحلة ظهور الأثر، بمعنى أن ملي كنخلطو وكنعليو هاد الخلاط ديالنا هيدا السكبندر، النقط اللي كينزلو على الخليط كيعلمو كيخليو واحد الأثر. الخليط بدا كيتقال، بالعادة في هاد المرحلة هادي اللي كيبغي الناس اللي كيبغيو يعملوا لون للصابون ديالهم او العطر، انا الصابون ديال اليوم ما نعملوش العطر، قربنا نوصل لمرحلة ظهور الأثر. كنعتذر على الصوت إلى زعجكم ديال الخلاط.
كان وصلنا مرحلة ظهور الأثر. بدا كيبان الأثر اللي كينزل الخليط من الخلاط، الخليط من الخلاط الستيك بلندر، باش ما نقولش كلمة ونعاودها جوج المرات. إذا صافي وصلنا لهاد المرحلة. دابا أنا كيف قلت لكم ما غاديش نعمل العطر، ولكن غنعمل اللون. اللون على حسب الاختيار، الا كان اللون ديالكم قوي كتستعملوا شويه، الا كان خفيف كتستعملوا نسبه كبيره. ولكن ملاحظ الالوان اللي كنستعملوا هي الوان المايكا، الوان تجميليه، ماشي الالوان ديال الثياب او الالوان ديال اي حاجه اخرى، الالوان اللي في المكتبه او الالوان تجميليه، لان هذا الصابون هذا غنستعملوه على البشره ديالنا، فخاص كل شيء اللي يكون فيه يكون امن على البشره. الوان المايكا كتكون فحال هكذا، يا اما سائله اولا كتكون، انا معيطي فيهم المونطيس، اولا كتكون بودر على هذا الشكل هذا، كتخلطوها مع الزيوت. انا سبق لي وخلطتها، كتخلطوها مع الزيت ملعقه كبيره من الزيت. انا كنجيب اللي باقي خصني شويه، بغيت ديك الاحمر يكون فاقع. وديك الشيء كامل اللي كتستعملوه في الصابون كتحاولوا تخليوه غير الصابون، لان انا قلت لكم ما يمكنش تستعملوا الحاجه في الصابون او تستعملوها في الطياب ديالكم في الكوزينه، لا، خاص المواد اللي كتستعملوهم صناعه الصابون ستيك بلندر او لا اي حاجه تبقى خاصه بالصابون. وصلت للون اللي كيعجبني، انا كيعجبني اللون الاحمر في الصابون. صافي كنظن شفتوا الخليط كيفاش كيولي. نقرب لكم الكاميرا شويه، ملي كنعليو الخليط هذا كينزل كيعلم لنا فوق الخليط، كيبقى الاثر ديالو. هذه هي مرحله ظهور الاثر. صافي هنا كنوقفوا صافي، ما نبقاوش نحتاجوا الخلاط. غادي نخويو الخليط ديالنا في هادو، هاد المولد هادو السيليكون، هادو ديال الكب كيك، ولكن السيليكون علاش كنقول لكم السيليكون؟ لانهم كيكونوا ساهلين بزاف في انكم تخرجوا منهم الصابون ديالكم. بغيت ندير واحد التجربه اول مره غادي نعملها معكم، قلت غنجرب وحده نشوف الا كانت مناسبه وما لصقاتش ليا في الصابون نبقى نستعملهم، الا ما كانتش مناسبه فغتكون تجربه. بسم الله،
صابون كيجي هائل على هذا الشكل، هذا كيجي كنسحب لكم ماشي صابون ديال الاكل. كنضربوا الطاطو ديالنا هاد شويه على سطح العمل باش كيمشيو كاع الفقاعات اللي كاينين. كنظن نزيد شويه هنا ضروري ما نرشو الصابون ديالنا بالكحول، يكون اقل شيء 70% باش نفادوا ظهور صودا اش على سطح الصابون. الصودا اش ما عندها حتى شي تاثير على البشره، ما كاين حتى شي ضرر، ولكن كتخرج على شكل بحال واحد لابودغ بيضه غتخسر لنا الجماليه ديال الصابون ديالنا. حنا كنرشوا الكحول باش كنتفادوا الظهور ديالها. كنخلي الصابون ديالي هيدا حتى كيجمد 24 ساعه، ممكن اقل على حسب نوعيه الزيوت اللي مستعملين. انا مستعمله زيت جوز الهند وزيت النخيل كيسرعوا في عمليه تصلب الصابون. اذا غنخلي حتى الغدا ونرجع معكم ان شاء الله نشوفوا تتمه الفيديو.